واقف. انا بقول لهم مبروك لكل زمايلي اللي اتكرموا النهارده، مبسوطه جدا ان احنا نتكرم في وشوشه بلدنا الحلوه اللي احنا بنحبها. انا مبسوطه بيكم انكم منورين النهارده. حاول حد يزعل مني اللي يفكر ان انا قلت حاجه غلط عملوها غلط، بس انا كنت واثق جديد عشان اهلي بيتي. عايزين نوضح الخلاص كده من فكره العزاء لما قلت لا ده حاجه عاديه كل مني زي اي بني ادم بيقول كلام تلقائي، وانت عارف ان انا دايما اتكلم تلقائي. بلوتوث ده انا مستخبيه من الدنيا كلها. خمس يا فوفا خمس من الدنيا كلها في خاطر رمضان. طب انت سافرت ممكن تشوف في رمضان ولا لا؟ انت بتقولي كلهم انا معاكم، فاكرين ان انا سيبكم؟ انا على البوكس النهارده على البوكس. قلت ان اهلي مدام كلمه بسرعه عايز بسرعه اهلي غزه، اهلي غزه واقول قلبي معاهم. راحوا فين؟ دخلوا تقريبا وانا يعني لا هو اخذ البتاع وما اعرفش راح فين. ايه؟ اخذ البتاع واختفى. لا لا هات هات طب هات ده كده وتعالى حد يجي معايا برغم هي تتكلم يعني بس لان هو مجمع مصري زي الفل. خلاص لا بحياه الخصر.